لو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وكذلك قول القائل وهو يتحدث عن دينه وعن تمسكه بهذا الدين: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وهذا كله مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا